الناس لحالها بتحكم، انت شو بدك بالعالم اللي هون؟ اكزاكتلي. ناس برا بيشوفوا كده وبيشوفوا كده. بس مثل ما عم يحكوا عنك، في ناس عم تحكي عني اني شايف حالي، في ناس عم تحكي عني اني عم كذب، مو هيك يا ليلى؟ ايوه. وفي ناس عم تحكي عني كثير شغلات. و كله عن محمد. كله عني بالضبط يعني. لا، في ناس بيتكلموا عن كل حد. فكل حدا عم يحكي عنه حدا. فعادي. مثل ما قلنا سبق وحكينا انه بالاخير العالم اللي بتحبك رح تضل جنبك، والعالم اللي بتكرهك رح تضل بعيدة عنك عم تحكي exactly. عنك. ما حتشوفي هون يعني. تفتكري مرتين لما كسبت فوتين كان it had any relation مع ناس مش بيحبوني؟ لا، كل الناس اللي حبوني they stayed with me. الناس مش بيحبوني ما عملوش حاجة. وبعد فترة الناس هيحبوها كمان مش هيعملوا حاجة. لا هيعملوا. انا لقيت لك لعبة تانية تكتب اسماء الكل هلا كل يوم. يحيى ولا يا 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 كده؟ ما عملت اسمه بس الوايد عم تقيل. مظبوط. يا ربي تتحركي. هي خاصة بقى. خاصة بكرة بتعطيك العافية. فكرة؟ من شكله شوف شو مفرشخة قاعدة. يا محمد حرام عليك، كل بعد الشرع عليها. بعد الشرع عليها بس شكلها حتموت. يا محمد بعد الشرع يعني عليها. ليك ما تحرك، شوفي ليك خالصة أمورها. لا هي مستريحة. هاي كده مستريحة؟ أيوة. والله ما لها حيل تعمل شيء. أيوة سيبها نايمة. بس صغيرة حرام تموت. إيه؟ بكرة بجيب لك سلاح فيك قدها كبيرة، كرم عينك. دي بنت ولا ولد؟ تسوى الحفلة. انت شو هالسؤال يعني الغبي؟ ايه الرد الغبي؟ هي لازم ما ترد عليك، لازم دغري تقول لك شو هالسؤال الغبي. لا، الزحلفه بتبقى او بنت او ولد، عشان لو ما فيش بنت او ولد مش بيعملوا زحليف. زحليف مش عارفه اسمه. مش عارفه. زحلفين. زحالة. ورابر. سلحفه. سلحفه. زلحفه نحن الناس. زلحفه؟ زلحفه زلحفه. جربي احكي شامي لورا؟ لا. عن جد جربي احكي شامي. انا سمعتك مره حكيت كلمه واحده شاميه. انا؟ امتى؟ مش فاكر. بيكسي؟ باميلا؟ هلا هيك بيجعوكي عيونك، عم طلع الابيض عم تتجع عيونك، بيجعوكي عيونك. زهقت. ايه؟ ايه؟ ما فهمت شيء. انك زهقتي يعني؟ ما زهقتش من الشجرة ده. تعالي نرسم شجر نحن لا؟ يلا؟ تعالي نشق. يلا ايه؟ يلا؟ يلا نرسم شجرة؟ اه. لارا؟ ها. خلص. لا فيك. انا بتسلى. تسلى. طب نحن نتركك لحالك تسلي لحالك. لا بس نرسم شجر لحالك. لا. عادي انا مش بحب اكل كل يوم. مش عارفه تاكل هي بالاصل. انا سمعت فيها تفتح تمها اصلا. شوفي تمها ما عم تقدر تفتحها. خديها انا محمد. عيونها مغمضين وتمها فاتحه. ها خديها محمد. فيا محمد انت ها. والله حتموت. شوفي ما عاد فيها عم تنازل. كلنا هنموت eventually. هي قبلينا. او يمكن يجي لي هارت اتاك دلوقتي قبلها عشان محمد عمله فيا. انا بقالي يومين هذا الحلم حلمته عم بحلمه بالاكاديمي. حلمت انه في حدا بس ما هو انسان يعني مو حدا شخص يعني عم بضربه بالعصاية على وشه. عم بضربه بجد؟ اي والله. اليوم امبارح قضيت عليه. امبارح قضيت عليه. ضربتي؟ لا. في خشبة بالوش. كارما، it's called كارما. طلع في كارما بالنص. تضرب إنسان على وشه؟ إيه والله بالعصا. بتموته؟ حد نعرفه؟ أيوة ولا لا؟ شخص. أيوة. أوكي.
هيتي هيتي الألم مثل لا مش الدرجاني تفكري احنا و... انا ولا مش بفكر ان انت كنت تفكري ما كنت عم تفكر حدا ادفع الببارة وهم يلبسوا في اخر مرة مطلع لفوق ليه؟ هيك انا مليت لا خلقي لا انت رايح فين؟ رايح اقعد برمي ثاني ليه؟ لانه ما ما مالي مطلع اشوف انا عم تنسى بالشجر لا تعال تفك امراض نفسية بالشجر خلاص it's your loss ما انت قلت لي اجي فوق معك جيت فوق قلتي بترمي يحيى وخلاص طب خلاص هبطل طب كم سيت we'll talk yeah خلاص مش اقعد ومش هرسم هنتكلم بدي اقعد هون ايه؟ عاوز اقعد هنا طب اقعد هنا انا بليز بتعنيكي هي بارد خرج اليوم كانوا يساووا المشاوي والله لازم نطلع الميتور لهون ايه نطلع الميتور لهون انا قلت لكم من الاول طبعا ولا حد بيسمع اي حاجه بقول خلاص اليوم بنطلع اليوم بنطلع بنطلع هلا لا انت واد رخم كده ليه والله مالي عارفه من جد من وقت الاس ام اس نايت لهلا ما ادري شو صاير فيني مش بس رخم رخم ودمه تقيل وكل حاجة يعني شو معنى قدت لكم كطلات قعدت لحالي مو هيك؟ يا اختي ده أول ما كنت تشوفيه في ستارك في أول كاستنج خالص كان قاعد بس ياكل ما يتكلمش حد ولا بيسمعك بيصدق والله ياكل وما يتكلمش حد ما شاء الله حولك شو حركك أنت؟ أنت كنت أنت كل ما بشوفك كنت بتاكل كنت بتاكل بس ايمت كنا نشوف بعض غير نحن عم ناكل ايه ايمت كنا نشوف لا بس يعني مثلا مش بتتكلم كتير كده كم كلمه انا ما عم بسمع اصلا وبعدين كل ما كنا بنرقص وبنغني انت يعني؟ ما كنتش بتغني طبعا ما كنت بترقص تعمل كده بقى كنت لا بعرف ارقص لا بعرف اغني وعم اتعلم كنت بتعمل كده يا خفه فاكر تكميله مش فاكر اصلا مش سامع انت بتقولي ايه اطرش فيك تقربي لحتى اقدر اسمع ما في داعي تروح تقعد انت هنيك وقعد هون نقعد نحكي مع بعض طيب بس اجي هنا ارسم ارسمي ايه بس تعي لهون يلا ايه Let's pop up out of home, you know, just be easy. Ladies, no, it's a pen down pericule. Know that you want it, mommy, so let's just be easy. Shaking it, shaking it, take a high. كيف بتعمل يا خرز تحت؟ الخرم دي. طب هل بسالته؟ قربها؟ هيتكسر. قربها كمان؟ لا كيفية يا أخوي مدري جنينة نحن أنت يا سعادة مدري جنينة مش فاكر كنت بتاكل كتير عشان الدنيا حر شو أعمل غير أكل يعني مثلا إيه؟ شو أعمل غير إني أكل؟ إيه؟ شو أعمل غير إني أكل؟ كنت عم باكل أصلا وأطلع عليكم وعم بختاركم كنت أنا أصلا بشتغل بالـ LBC أنتم ما عرفانين كنت بشتغل بالـ LBC وعم بختاركم واحد واحد عم راقبكم يا خفة ومصدقة؟ مالك مصدقة؟ مالك مصدقه لا مصدقه فاكر اخر يوم لما قعدنا في الاوضه لا مش البيتش لما قعدنا في الاوضه دي ودانس الاوضه الغريبه انا اوضه الاوضه كلها الاوضه التافهه لما جد عاملين باليه ايوه I was just gonna tell you remember we sat down in the corner and I told you I'll teach you ballet and I taught you بس كنت عم برقص انا وقتها كنت عم برقص مع حسنة مغربيه I remember I danced with Mahmoud وأميرة ما شنو أميرة ما شفتها لا عم نحكي على الأول كاس إيه بس نتكلم على حاجة تانية أنت بعالم تاني ده أنت أكيد من عالم تاني من عالم تاني لازم نرجع نغني عم ننسى شو معنى هي هي الشجرة ما تتخلص
برافو. برافو يا حبيبتي، برافو. ربنا يكتر من شجراتك، من شجراتك يا رب. ربنا ما يفرق بينك وبين شجراتك يا رب. يا رب. كل شجرة وانت بألف خير. بالظبط. الله. إن شاء الله على الأمضة بتاعتها شخبطها حلوة أوي. طب بعد أجرب أمضي أنا؟ أوي يا. لا ما عملناش كده. زي كده؟ إيه؟ يس. Yeah. بس كده أسيب؟ إذا that's nice. شو أنتي اسمك حلو؟ آه اسمك سهل. أنا ما بوقع بال بالاسم أول مرة. ال signature بتاعي very business, very professional, and like bankers. تعلموكم بالشرطات إزاي توقعوا كلكم في حصة توقيع. أيوة. Okay. بس إيه في if you wanna be a celebrity, if you wanna be a business person, I went into business. يا غبي. طب وقع لنا توقيع ال. Here. البحنس. الله. Dude, we're not that robotic in Chavez. إذا. يا غبي إذا. ده توقيع التوقيع. والله وقتها شافته المحاميه قالت شو نادت كل الموظفين اللي عندها يشوفوا التوقيع السنه الماضيه لما كنت عم اوقع الكونترا المحاميه نادت الموظفين قالت لهم تعالوا شوفوا التوقيع قديش غريب وات از ات محاميه بتاعت البرنامج هنا؟ وات از ات؟ ايوه فين الاسم؟ ما في اسم امال ايه؟ اسمعين هذا هيك توقيع انا هيك مخترع توقيعي لا انا فاكره سالتك كذا مره قلت لي اسم حد ثاني اسماء مش اسم واحد اصلا اه yeah بس it's other people's names then yeah طب ليه بقى شو ليه ليه بتعمل كده ليش بعمل شو توقع كده وليه هي شكت ان التوقيع مو شكت نادت تشوفوا التوقيع قديش غريب اول مره بشوف هيك توقيع هي ليه مغمضة عينه يا محمد؟ عم تفكر تموت انت كله عندك في موت موت هتموت عم تفكر هتموت كده؟ الكراسي بيرخشوا ايوه وديع مش جاي النهاردة ولا ايه؟ لا جاي مين قال؟ هو قال حد يجي بعد انه من هنا لا قبل free your heart لا لا اوعي اوعي ان شاء الله لا توجعك؟ طبعا انا عم توجعني الخشبه دي الخشبه عم توجعني الخشبه بتوجع هذه خشبه؟ مو حارس مرمى هو؟ هذه خشبه لا مش حارس لا مش حارس شو اسمه حارس المرمى كان؟ حضري لا غير الحضري غير الحضري اللي قبلي؟ ايه امير؟ اللي هلا عنده برنامج رياضه شعره ابيض شوبير؟ ايوه شوبير ده قديم قوي ايه هذا ايه ما عم نحكي عنه خالد شوبير محمد شوبير انت بتتفرج على الكورة؟ ها؟ لا الكورة بتتفرج علي سيريسلي مشكلته ان هو دمه خفيف يعني فاهمة؟ عايزين نتقله له شوية عشان الناس من كتر خفة دمه بيموتوا انا افتكر من يوم الحد محمد lost half his fans نصهم؟ ايش مو كلهم مثلا؟ عشان some still have hope some still have hope لسه عندهم أمل إنه دمك هتخف شوية. طب يلا بالإس إم إس الجاي هتشوفي خفيف دمي على الأقل، أصلاً كنت ماني مستأصل إني خفيف دم.